بعد ما وصلنا للنص ده عشان نعمل الحتة دي من الرسمة بنطلع لهنا كده وبنعديها من تحت ده كده ونضمها. بقى عندي هنا خيطين اهم، برجع للتالت كمان عشان هبدأ اشتغل من الجزء ده من تحت. يبقى هنا عملنا 1 2 ورجعنا ردينا، هنا كانوا 3، 1 2 3 بنشدهم ونبدأ نلف برضو الخيط اللي بالإبرة من حوالين الخيوط دي. لحد ما تدينا السمك اللي احنا عايزينه. ونكمل لحد ما نوصل للنقطة دي، هنعتبر اكننا وصلنا لها. نروح داخلين هنا تاني وقتها وبنبدأ نلف برضو حوالين الخيط ده تاني وهكذا لحد ما نوصل لحد النقطة دي. اول ما نوصل للكورنر هنا بنعمل عقدة زي ما اتعلمنا وبنمشي الخيط داخليا هنا كده لحد ما بنوصل لدول، وبنبدأ نشبك بين واحدة من هنا كده مع واحدة من هنا. هنعتبرهم ان احنا وصلنا كده مع واحدة من هنا.